50 مليار يورو هي قيمة المساعدات المالية التي وافقت عليها دول الاتحاد الأوروبي لصالح أوكرانيا، وذلك خلال القمة الاستثنائية للاتحاد الأوروبي انعقدت الخميس في بروكسل. القادة الأوروبيون المجتمعون قروا هذه المساعدات لأوكرانيا على مدى 4 سنوات بعدما كانت مجمدة سابقا، وذلك بسبب رفض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان. دول الاتحاد أكدوا أن هذا الاتفاق الذي توصلوا إليه سيضمن تمويلا مستقرا على المدى الطويل لكييف لمساعدتها في دعم اقتصادها في انتظار الموافقة على المساعدات الأمريكية التي لا تزال عالقة في الكونغرس. 33 مليار دولار في هيئة قروض و17 مليار دولار في هيئة تبرعات هي القيمة الإجمالية للمساعدات الأوروبية المخصصة لكييف. ومن المقرر أن يصوت البرلمان الأوروبي على هذه الميزانية المنقحة في وقت لاحق من الشهر الجاري. من جهته أشاد الرئيس الأوكراني زيلينسكي بالاتفاق قائلا: من المهم جدا أنه اتخذ من قبل كل القادات المجتمعين، ما يثبت مرة أخرى جدية الوحدة القوية للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه المساعدات ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي لبلاده.